بما ان انا بما اني يعني بتكلم على الحاجات، وفي حاجات لازم زي ما احنا بنلقي الضوء على الاخطاء وننتقد بحده وبقوه وبنسعى للتصويب وبنقوم بحاجات والناس بتستجيب، لان احنا عندنا مصداقيه عند الناس، احنا ملناش حسابات. يعني بوكس تو بوكس ملوش حسابات. فطول الوقت بشعر انا بسعادتي انا كبوكس تو بوكس من استجابه المنظومه باستمرار اللي بنقوله، لان احنا لما بنقول الناس بتعتبر ان احنا بنقول بنوايا صادقه. ملناش حسبه الحمد لله. والمواقف اللي زي دي لازم تبرز. النهارده ماتش الاهلي والزمالك في كره اليد. الاهلي كسب اول ماتش، النهارده الماتش الثاني، ماتش سخن جدا. الزمالك كسب فرق مش عارف 3 فرق 4، يعني الزمالك عادل الكفه في الهاندبول. اللي يكسب ماتشين من الثلاثة هيبقى بطل دوري المحترفين. وكده هيبقى في ماتش فيصل، الاهلي كسب الاولاني، النهارده الزمالك كسب فرق 4. ففي ماتش فيصل ثالث يعني عشان يحدد بطل دوري المحترفين. انما مش ده اللي شاغلني. في مشهد في هذه المباراة انا عايز اهديه لكل متعصب، وعايز اهديه لكل واحد موتور، وكل واحد فاكر التشجيع والرياضة ان هو يعني لما يتجاوز او يشتم او يقول انه كده يعني هو يعني اللي بيحب نادي قوي والجامد. ده جهل بالمعنى الحقيقي للرياضة. المعنى الحقيقي للرياضة ظهر في لقطة ياسين البحيري مع نبيل عماد دونجا، اللي هو نسي اصلا هو فين وفي الفاينل عامل ازاي والماتش ده ايه، ده انا خسران، ده الكونفدرالية بيضيع. نسي كل ده واستدعى الاخلاق الرياضية وانسانيته في اللقطة دي. هو ده المعنى الحقيقي للرياضة. النهاردة في ماتش الاهلي والزمالك مشهد بالظبط. شادي لاعب في نادي الزمالك اسمه شادي محمد اتصاب، والناس قلقت اللي شاله في الملعب وجري بيه على الدكتور كان لاعب الاهلي احمد سيسا. بص انا بسقف اهو. يا ريت متعودين. انا بشكر طبعا القاهره 24، الموقع القاهره 24 واخونا المملوك واخونا هنا عبد الصبور محمود المملوك طبعا الصحفي الجميل وزميلنا هنا عبد الصبور الصحفي الجميل وكل الكتيبه هناك على اللقطه دي وابرازها، ابرزوها. انا بسقف لهذه الروح. بص، واللي راح يطمن عليه ده، بص ده لعيب الدايره في الاهلي، ده احمد عادل رايح لشادي، بص ساب الملعب وراح يطمن عليه. بص ايه الجمال ده، ايه الجمال ده، ايه الاحترام ده، ايه المشاهد الحلوه دي، ايه الاستدعاء للاخلاق وللاحترام وللانسانيه في اللحظات اللي زي دي. الى كل متعصب بقى والى كل موتور عليه، بص على الشاشه بتاعتي دلوقتي، على اليمين انقاذ ياسين البحيري لنبيل عماد دونجا في المشهد اللي نسي فيه ان ده فاينل كونفدراليه وان فرقته خسرانه الكاس وللزمالك كسبان، واستدعى كل معاني الانسانيه والاخلاق الرياضيه في هذا المشهد. وعلى شمالي وانا قاعد، انا ما اعرفش طبعا في التلفزيون هتبقى دي يمين ودي شمال عكس بعض مش عارف، شادي محمد لاعب الزمالك النهارده في كره اليد لما اتصاب اللي شايله بيجري بيه على الطبيب هو لاعب الاهلي احمد سيسا، واللي راح يطمن عليه جري وساب الملعب لاعب دايره الاهلي احمد عادل. هي ده المعنى الحقيقي للرياضه، ده الشكل الحقيقي للرياضه. في الملعب اتنافس زي ما انت عايز وقاوم واكسب وابذل كل ما تمتلك من مجهود، لكن كل شيء يخالف الاخلاق لا ده درس معتبر ومحترم. وانا بشكر اداره الزمالك الحقيقه على ناس استجابت لينا امبارح في بوكس تو بوكس وعملت بيان النهارده، وجهت كامل الشكر والتقدير لسه من شويه بيان رسمي لياسين البحيري على هذا الموقف المحترم اللي عمله في النهائي في المباراه.